سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية سلاح الجو الملكي طائرة مساعدات إنسانية محملة 15 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق. الهيئة الخيرية الأردنية تستمر في مد يد العون والوقوف إلى جانب الأشخاص المتضررين من أي كارثة طبيعية كانت أو من صنع الإنسان، إذ تواصل إرسال المساعدات الإنسانية المحملة بالمواد الإغاثية والغذائية إلى مختلف الدول العربية والإسلامية. واستمراراً لهذا النهج، سيرت الهيئة طائرة ثالثة محملة 15 طنا من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق كمساعدات نتيجة الظروف التي تعاني منها اليمن، وذلك بالتعاون مع سلاح الجو الملكي. تم تجهيز هذه الطائرة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي، تحمل مواد إغاثية متنوعة، طرود غذائية، مستلزمات طبية وأجهزة لتنقية المياه، ويرافق هذه الطائرة وفد من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتسليم هذه المواد إلى الجهات المعنية في اليمن الشقيق. السفارة اليمنية في الأردن أعربت عن شكرها وتقديرها البالغين للأردن قيادة وحكومة وشعبا، معتبرين أن شعور الأردن بمعاناة أشقائهم اليمنيين في الظروف الراهنة نهج عربي راسخ منذ القدم، ويعبر عن علاقة الود والاحترام الدائمين بين الشعبين الشقيقين. الأردن ليست غنية بمواردها كثيرا، لكنها غنية بقيمها العربية، بإبائها، بكرمها، بمروءتها يعني. ولذلك دائما نجد أن الأردن هي الصديق وقت الضيق يعني. ومثل ما قلنا، هذه المساعدة التي تنقلها هذه الطائرة في هذا الصباح للشعب اليمني هي من أجل تخفيف الأعباء وال يعني الآلام التي يعاني من الشعب اليمني، وهي محل تقدير الشعب اليمني قيادة وشعب. فمنذ بداية الربيع العربي وانطلاقا من الموقف الأردني العروبي اتجاه قضايا الشعوب العربية في الدول المجاورة والشقيقة في فلسطين المحتلة واليمن والعراق وسوريا، تستمر الهيئة الخيرية الأردنية في تجسيد علاقة الود وتقديم الدعم المعنوي بكافة أشكاله الطبية والغذائية والسياسية للحفاظ على قيم الإنسان ذي الهوية القومية العربية. أسامة العدوان، رؤيا